لأول مرة الأسئلة الحائرة عن الدين والدنيا. نتحدث عن الفتاوى المتعلقة بالحياة اليومية وشؤون الناس الخاصة مع فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. يومياً ما بين 3000 إلى 3500 فتوى تحتاج إلى الجواب، ونحن نجيب عنها في نفس اليوم. وعن تحديث الفكر الديني، وهل نلغي العقل ونكتفي بالنقل؟ التراث الديني وأفكار السلف وتفسيراتهم من مئات السنين، كيف نفهمها؟ الإمام مالك سئل في 40 مسألة أجاب عن 4 فقط من 40. وعن المسموح والممنوع في الدراما التلفزيونية. يعني دار الإفتاء لم تسمح بظهور الصحابة؟ أنا ما أقصدش قدسية بمعنى أنه معصوم. نتحدث عن المفاهيم الدينية الخاطئة التي تقيد الشعوب. حوار جديد في حديث العرب من مصر الليلة 7 مساء على الفضائية المصرية.